السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا فكرة عن كيفية تمرير أو إدخال الباراميترز الأرجيومنت إلى الفانكشن. خلونا نشوف كيف أنه نستعيد هاي البيانات عن طريق الريتيرن، يعني ما هي آلية الريتيرن داتا من الفانكشن، كيف نستعيد الداتا من الفانكشن. طبعا في عندك أوبشنز. الأوبشن الأول، الخيار الأول، أنه أنت ممكن ترجعها بشكل سهل جدا، انه انت تعينها كقيمه وتعمل ريتيرن اوكي من الفانكشن. الاوبشن الثاني انه انت تقوم باعاده تغيير القيمه لجلوبال فاريبل. على سبيل المثال انت عندك فاريبل جلوبال وتقوم بتغيير القيمه مالته في داخل الفانكشن. الاوبشن الثالث والاخير انه انت تمرر الارجيومنت عن طريق الريفرنس، كأنه تعرف متغيرين، بعد ذلك تقوم بتغييرها على أساس من؟ على أساس الأدرس في داخل الفانكشن. خلونا نأخذ هذه الفكرة بداخل الإكليبس. لو نجي ننظر لهذا التطبيق، نلاحظ هنا أنه في عندك أنت انت للنمبر. هذا الانت للنمبر لو تلاحظ أنه هو global، صح؟ لأنه معرف خارج الفانكشن، هو global variable. كذلك في عندنا ثلاث functions موجودة، منها الفانكشن النمبرز، في عندك num function، وفي عندك change address. الأول والثاني ما بياخذ أي parameter، ما بياخذ أي argument، لكن الثالث بياخذ argument على أساس من؟ على أساس pointer الادرس 1 الادرس 2 وهي init. خلونا نشوف هنا في المين، أو قبل أن ندخل للمين خلونا نشوف الفانكشنز. في num function هذه الطريقة اعتيادية جدا، أنا مجرد أخذ الانت num أحولها 33. يعني لاحظ هنا أوكي init num، init num أنا حتى أغير القيمة مالته دخلت بهذا الفانكشن. هذا الفانكشن اللي هو num function، كل ما هو في الموضوع أنه يقوم بinit num بيعمل له assign لـ a value جديد، قيمة جديدة، يقوم بتعينها قيمة ويرجع هذه القيمة. بسيطة جدا، هذا الشيء ما بيها أي شيء يعني غريب، انه بيعمل لك ريتيرن للفاليو. لكن الفانكشن الثاني هنا انا بنلاحظ انه يقوم بعمليه تغيير التلاعب بقيمه الجلوبال فاريبل. لاحظ في الاعلى هذا جلوبال فاريبل، هذا في داخل الفانكشن. الفرق بين هذا اوكي وهذا، هذا جلوبال يعني يستطيع الدخول على اي فانكشن. اذا احنا بنقوم بعمليه تغيير الجلوبال فاريبل عن طريق الفانكشن اللي هو اسمه numbers. ببساطة كل اللي نعمله احنا بنعمل انه بنعمل assign لهذا الرقم. زين، في عندنا الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة احنا قمنا بتعريف int m و n اوكي m و n، جميل. لكن لاحظ هنا احنا شو بنعمله. هنا احنا بالchange address بناخذ ادرسين لا على التعيين، الادرس 1 والادرس 2 اوكي. هذا الادرس 1 نقوم بتعيينها 10، الادرس 2 نقوم بتعيينها 20. هذا الادرس 1 والادرس 2 ما لها علاقه بالان والام، وحاعطيك السبب. خلونا نرجع للتطبيق. لما نجي نشوف النم فانكشن اللي هو يعمل انت لي النم 33، كل ما في الموضوع انه راح يقوم بتعيين هذا النمز برقم 33. هذا بسيط. الثاني هو فقط مجرد انه احنا النمبرز ننفذها، ننفذ فانكشن النمبرز اللي هو يقول انه النمبرز الجلوبال حيساوي 99، بعد ذلك بنطبعها حتى نعرف الفاليو. الفانكشن الثالث اللي هو تشينج ادريس، تشينج ادريس راح يقوم على اساس من؟ راح ياخذ الادريس اللي هو ام ان اللي احنا ما وضعنا لها فاليو، صح؟ لكن راح ياخذ الادريس للان والام. لما ناخذ الادريس الان الام والان اوتوماتيكيا حتاخذ بالتعاقب الادرس 1 والادرس 2، يعني حتكون ام ان اوكي، لان احنا وضعناها على شكل ام ان. فاذا الادرس 1 والادرس 2 حيحل الارقام هذه مكان من؟ مكان الادرس مال الام والان. اذا بهيك حاله احنا عملناها شو؟ عملناها تغيير لقيمتها، غيرنا قيمتها عن طريق منه؟ عن طريق الريفرنس. ما لهم علاقة ببعض، الـ M والـ N ما لهم علاقة بالأدرس 1 أدرس 2، لكن إحنا شو اللي عملناها؟ يعني لو تلاحظ إنه إحنا ممكن نعمل modify للأدرس، تغيير للأدرس، لأن الـ variable هي شو؟ هي عبارة عن label للأدرس. الأدرس هو ثابت، لكن الـ variable هو label، ممكن أنا أغيرها اعتيادي جدا، لكن الـ pointer اللي إحنا بنقوم
عملية assign إلها، تعيين إلها. البوينتر يعطيك ميكانيكية أنه تقوم بتغيير الأدرس هذا. هذا هو جمال البوينتر، هذا هو جمال السي لما يتعامل مع الميموري. خلونا ننفذ. لاحظ هنا النمز صار 33، هذا شيء طبيعي. لاحظ الجلوبال نمبر أيضا قمنا بداخل الفانكشن بتغييرها إلى 99، صح؟ 99. لاحظ لما هنا اجينا نفذنا النمبرز بعدين طبعناها ظهرنا 99. الأدرس كذلك الام صار عنده 10، الان صار عنده 20. أي بمعنى هذه الفاريبل البوينتر أخذ هذا الفاريبل وعملها assign المن لهذه الأدرسز. إذا فكرة وضحت، الفاريبل هي عبارة عن ليبل للأدرس ممكن تغيرها. أوكي، نفس الوقت البوينتر يعطيك ميكانيكية أنه أنت تقوم بعمل تغيير لهذه الأدريسز. هذا هي فهم أساسيات أنه تقوم بإرجاع الديتا مرة أخرى من الفانكشنز. لهنا نوصل لنهاية الدرس، نلتقي وياكم إن شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة.